بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بفخامة الرئيس الفرنسي ماكرون في بغداد، وبالخصوص على الزيارة الثانية له للعراق خلال هذه السنة. هذه رسالة مهمة على أهمية الشراكة بين العراق وجمهورية الفرنسية. نثمن الجهود التي قام بها الرئيس الفرنسي في دعم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بين دول الجوار وأصدقاء العراق، وهذا يدل على أهمية العراق في هذه العلاقة، والشعب العراقي يقدر هذا الموقف الفرنسي لصالح العراق، وبالخصوص العراق ساهمت فرنسا في دعم العراق في الحرب ضد داعش. أكرر شكري إلى فرنسا في هذه الجهود في دعم قواتنا العراقية. يعمل العراق وفرنسا على الشراكة الاقتصادية وفي مجالات الطاقة، النفط، التنمية، التعليم، الصحة، ونشكر مواقف الحكومة الفرنسية في دعم العراق في قطاع الصحة خلال جائحة كورونا. ومرة ثانية أكرر ترحيبي بالرئيس وشكري لمشاركته في هذا المؤتمر. العراق وفرنسا شريكان رئيسيين في الحرب ضد داعش، في الحرب ضد الإرهاب. ستستمر هذه الشراكة بكل تأكيد في الدفاع عن قيم الديمقراطية في التجربة العراقية الفتية. هناك آفاق في التعاون نسعى على تطويرها في كافة المجالات. فرنسا مهمة جدا، حضورها في العراق قديم وله تأثير كبير جدا. تواقين لتطوير علاقاتنا في مشاريع الطاقة، الكهرباء، وفي كافة المجال. نقدر ونثمن الدور الفرنسي في دعم العراق. ومرة ثانية أرحب بالرئيس الفرنسي وأشكره على حضوره إلى بغداد.